انا عايز اقول لكم على حاجه، اوعوا تتصوروا ان انا كمصري زيكم مش مقدر حجم المعاناه والضغوط الاقتصاديه اللي موجوده في مصر. لا، انا مقدرها كويس جدا، ومقدر اكتر صلابه المصريين، وده كلام مش معنوي او كلام انا بقوله لكم يعني عشان، لا والله انا عارف ان الحياه صعبه والظروف صعبه والاسعار غاليه، بس انا عايز اقول لكم يمكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان احنا نشاهد مشاهد قاسيه جدا جدا. بنتكلم في النهارده باكتر من 25,000 شهيد من المدنيين، تقريبا تلتينهم من النساء والاطفال في القطاع، واكتر من 60,000 مصاب، وتدمير كامل للقطاع كله. انا بقول الكلام ده يعني بستدعي بيه ايه؟ بستدعي بيه قد ايه احنا بنواجه ظروف على حدودنا، الحدود بتاعتنا الغربية والشرقية والجنوبية. اوعى تفتكروا ان الامور دي بتعدي وما بيكونش ليها تأثير علينا ولا تأثير على اقتصادنا. كل حدث من دول بيبقى ليه تداعيات.